with menstruation delayed يومين عن معادها, تأخرت يومين, وفي amount of blood less than the previous cycle. الفيزيشن asked ان هي تعمل quantitative. شباب لحظة دكتورة هديل, الكيس نمبر 1 قدامكم كده على السكرين, حضراتكم شايفينها؟ تمام يا دكتور, والدي كده ظهرت. بس في حد بعت سؤال ان مش دي الحالة بتاعتهم. احنا هي مش دي بنناقش الحالة دلوقتي, احنا بنناقش دلوقتي كيس نمبر 1 واخدها 2 جروب, بقية الجروبات هيبقى كل اتنين, يعني هيبقى كل 2 جروب واخدين كيس مختلفة. الناس كلها هتحضر معانا كيس نمبر 1 وحطينا قدامكم عشان تشوفوها وهنتناقش فيها. هنخلص كيس نمبر 1 هنتنقل لكيس نمبر 2 وكيس نمبر 3 وهكذا. الحالات احنا عاملينها متدرجه, من حيث اول حاله هتناقش نقطه معينه, تاني حاله هنزود حاجه, تالت حاله وهكذا, بحيث ان احنا نطبق اللي احنا اتعلمناه من الدكتوره بسمه في النظري على كحالات بتقابلنا كلينيكال يعني. فمش كل الناس هيبقى معاهم كيس نمبر 1, هم الجروب اللي هو بتاع الدكتوره هديل والدكتوره ياسمين يا هم اللي شباب, معاهم كيس نمبر 1. الجروب ما توزعتش بأرقامها, يعني مش مثلا انتوا جروب 1 فخدتوا كيس 1, فنركز بس في الكيس مكتوبة فوق ايه في الورقة بتاعتكم, تمام؟ عشان في ناس لسه تايهة على الشيت. الكيس لها نمبرز قدامكم, النمبر اللي انتوا خدتوه ليه دعوة برقم الجروب بتاعكم, تمام كده؟ يلا ابدأ يا اسم. شكرا يا دكتور وجدي. يلا شكرا يا دكتور سمر. انا معايا دلوقتي دكتوره هديل, معايا تمام؟ مع حضرتك, بس احنا انا في الكيس نمبر 2 هي دي اللي كانت معانا. انا عايز طيب يا شباب, مين واخد الكيس نمبر 1؟ الكيس نمبر 1 اللي انا عارضها دلوقتي على السكرين. انا عايز اللي يخش معانا الكيس نمبر 1 عشان نمشي بالترتيب. مريهان اتكلمي. مريهان في مريهان, افتحي المايك يا مريهان واتكلمي, ما دام انت كيس نمبر 1. طيب يلا. ومين تاني معاك كيس نمبر 1 غير مريهان؟ انا يا دكتور ياسمين. طيب ماشي دكتوره ياسمين. دكتوره مريهان ودكتوره ياسمين معانا في كيس نمبر 1. هنبتدي بكيس نمبر 1. الدكتوره مريهان ابتدي حضرتك اقري الكيس نمبر 1 عشان كل الجروب يسمعها. سيرفد جرافيدا بارا 2, الابورشن صفر, 33 سنه, ولدت قبل كده مرتين. بص يا دكتوره, بص لا انجلش يا دكتوره مريهان, احنا قلنا سيرد جرافيدا براتو, خلاص احنا كلنا فهمنا حضرتك ان هي ده الحمل رقم 3 وهي حامل دلوقتي عشان قلنا سيرد الرقم قبل الجرافيدا وباراتو. وحضرتك ما قلتيش, ما تقوليش كلمه ما فيش ابورشن, يا اما تقولي سيرد جرافيدا براتو بلس او او سيرد جرافيدا براتو, يبقى احنا كده فهمنا كلنا انها حملت مرتين وولدت مرتين وما فيش ابورشن وده الحمل التالي. تمام. يعني حضرتك هتقولي سيرد جرافيدا باراتو بلس او او سيرد جرافيدا باراتو وتسكتي وتكملي الاتش. تمام. كملي يا دكتوره. الشباب كلهم سامعيننا؟ اتفضلي يا دكتوره سامع. دكتوره سامع ولا انا ولا انا؟ دكتور وجدي معاكي. دكتور وجدي معاكي, كملي يا دكتوره مريهان. بريفيوس تو سيزاريان سكشن شي ديسكفرد هي شي از بريجننت لما فيل وين فيل تندر بريست اند ابست اون هير ستومك اند كم مس ذا بيريود باي تو داي اونلي شي كونفيرم هير بريجننسي عن طريق سيرم بريجننسي تيست ناو شي كم تو اور كلينيك باي مايلد فاجينال سبوتنج وذ مايلد لوور ابدومينال بين اون ذا ليفت سايد وذ لو باك بين اون اكزامينشن حس بمايلد تندرنس اون ليفت سايد باي الترا ساوند ومع ايميتي الترا ساوند حسيناه بايميتي ستومك نوثينج اون ادينكسا احنا شخصناه اكسبوت بريجننت ايميتي يوترس مش ايميتي ستومك ايميتي سوري اسف ماشي اتفضل. الشباب كلهم المفروض شايفين الحاله الكيس مكتوبه معانا على السكرين, كملي يا دكتور. اقول اسئله. طيب الدايجنوزس هو الاكسبوت بريجننسي بس انا مش عارفه بقى اقول معاها سيرد جرافيدا بارا 2 بلس او اكتب بريجننسي ولا اقول اكتب بريجننسي على طول. الاول احنا الكيس ديت قلنا ان هي سيرد جرافيدا بارا 2 33 years old previous to CS عندنا تندر بريست وابسيت في الهير ستومك يعني في جي اي تي سيمتومز او جي اي تي ابسيت والبيريود ميسد باي 2 دايز تمام؟ تمام. عملت بريجننسي سيرم بريجننس تيست ان هو عمل كونفيرميشن لان الست دي بريجننت, يبقى اذا الحاله ديت هي اتشخصت
في الاخر شيء diagnosed as ectopic pregnancy. تمام يا دكتوره مريهان؟ دكتوره ياسمين، دكتوره ياسمين بقى معانا، what is your diagnosis بالنسبه للحاله دي؟ احنا هنا حددنا تايب اكتر، يعني قلنا sub acute disturbed ectopic pregnancy. طيب احنا اصلا في اخر الكيس كاتبين لحضراتكم ان هي شيء diagnosed as ectopic pregnancy، تمام كده؟ تمام. طيب احنا عايزين نتعلم ايه من الكيس دي؟ عايزين نتعلم من الكيس دي ان هي اتشخصت ectopic pregnancy، ان احنا نمشي systematic. يعني احنا كاتبين لحضراتكم الكيس وفي الاخر ما جاوبينها، بس عايزين حضراتكم تتعلموا ايه؟ ان الحالة دي مشيت systematic. يعني ايه مشيت systematic؟ ان الحالة دي سيرد جراف دبراتو 33 سنة، اول حاجة من الهيستوري بتاعها ان هي still in the childbearing age، تمام كده؟ شخصناها ان هي الاول بريجننت، يعني الاول عشان اشخص ان الست تكون اكتوبيك لازم تكون الست دي بريجننت، يعني ما ينفعش اقول على ست اكتوبيك وهي مش بريجننت. فانا عندي بدأنا جراديوال، تمام يا شباب؟ قلنا ان الست دي ديسكفرد بريجننت ازاي؟ لما في التندر بريست وابسيت في الاستومك وبيكم ميست بيريود. يبقى انا من الهيستوري هعرف اشخص البريجننسي، ان هو قلنا السيمتومز والساينز اللي بيبقى بناخدهم من الهيستوري بتاع الحاله اللي قدامي، ان انا شخص ان الست دي بريجننت. يعني انا الست دي جايه لي العياده، او جايه العياده الخارجيه، او جايه الاستقبال بتقول ان هي في تندر بريست وفي ابسيت في الاستومك وميست بيريود. يبقى انا كده في دماغي بدات حاجه تنور ان الست ديت ميست بيريود وفي ابسيت وفي تندر، دي السيمتومز بتاعه البريجننسي، تمام كده؟ بعد كده الساينز بقى، ان انا المفروض هشوف ساينز تكونفيرم. احنا عملنا انفستيجيشن للست دي، او هي عملت انفستيجيشن اللي هو عمل كونفيرميشن للبريجننسي بالسيرم بريجننس تيست، تمام كده؟ سامعيني يا شباب؟ سامع اخر حته عشان تقطع قوي. انا بقول يا شباب ان احنا دلوقتي بنقول وات ذا دايجنوز اوف ذيس كيس. المفروض هنمشي سيستماتيك. الاول اشوف الكيس اللي قدامي كحاله بتكلمني في العياده او في الاستقبال بتقول لي ان هي عندها تندر بريست وعندها جي اي تي ابسيت وعندها ميست بيريود. يعني انا ماشي بالسيمتومز والساينز والهيستوري بتاع الحاله اللي قدامي، فشخصت انها حامل، تمام كده؟ سامعيني؟ وعملنا انفستيجيشن، عمل لنا كونفيرميشن يا دكتوره ياسمين ان هي بريجننت، اللي هو السيرم بريجننس تيست، تمام؟ تمام. انا بس باكد بس ان انتوا سامعيني كلمه تمام دي، عشان يعني الصوت ما يكونش قاطع وانتوا سامعيني كويس. طيب بعد ما هي عرفنا شخصنا دكتوره ياسمين ودكتوره مريهان اللي هم ممثلين الكيس نمبر 1، سامعيني كده وبقيه الشباب؟ انا ما حضرتك. طيب ما تمام حضرتك. طيب البوينت نمبر 2 بقى، ان الست دي دلوقتي اوريدي بريجننت. طيب البريجننسي بتاعها بقى نورمال بريجننسي ولا هشك في حاجه ثانيه مع البريجننسي؟ تمام. لقينا الست دي قالت لنا ايه بقى؟ ان هي شي كام تو اور كلينيك باي مايلد فاجينال سبوتنج. يبقى اذا الست ديت من السيمتومز والساين والانفستيجيشن اللي احنا عملناه، او الانفستيجيشن اللي هي عملته في البيت وجايه بتقول لي انا عندي سيمتومز كذا وساينز كذا وميست بيريود وعملت كونفيرميشن ببريجننس تيست طلعت حامل، عرفنا انها حامل. طيب هي حامل وبس ولا حامل وحاجه ثانيه؟ بدا يبقى في مع الحمل حاجه ثانيه، ان هي في مايلد فاجينال سبوتنج وده سبب انها جت لنا العياده، ومايلد لور ابدومينال بين اون ذا ليفت سايد ويز لو باك بين اون اكزامينشن ومايلد تندرنس اون ليفت سايد، وعملنا الترا ساوند. قبل الالترا ساوند بقى السيمتومز اللي الست دي جايه بتشتكي منها مع البريجننسي، هي ست حامل البريجننسي زاد عليه السبوتنج والابدومينال مايلد لور ابدومينال بين والباك بين والاكزامينشن، عملنا اكزامينشن لقينا فيه تندرنس على الليفت سايد، بقى ده بريجننسي ومعاه حاجه ثانيه خلت الست دي تجي لنا العياده، فهنعمل سونار. بنعمل سونار لقينا امتي يوترس ومفيش حاجه باينه في الادينكسيا وشخصناها على انها اكتوب، تمام؟ السيمتومز اللي الحاله دي بتشتكي منها وجات لنا بيها الكلينيك يا دكاتره الكل يبقى مركز، بس دي ممكن تكون سيمتومز الحاله عاديه، تمام؟ يعني ممكن الست وهي بريجننت يبقى في ابدومينال بين وشويه كوليك وشويه باك بين والحاجات دي، وممكن السونار يبقى امتي ايرلي، يعني مش كل حاله هنعمل لها سونار هتبقى اكتوبيك بريجننس. بس هو المطلوب ايه؟ ان انا طالما الست دي بريجننت
والستي دي في التشايلد بيرينج ايج وميست بيريود يقبنا على طول اكتوبيك مايند. بس انا اللي عمل لي الاروزل او اللي خلاني افكر ان الست دي احتمال يكون البريجننسي ده كومبليكيتد بريجننسي المايلد فاجينال سبوتينج. والمايلد فاجينال سبوتينج معاه بين ومعاه باك بين ولور ابدومينال بين والبين على ناحيه واحده. فعملنا سونار, السونار ما ادانيش جزم ان الست دي اكتوبيك ولا لا, هو قال لي امتي يوترس وفري ادينكسي. تمام. فاحنا شخصنا الحاله دي اكتوبيك, بس مش شخصناها اكتوبيك باللي مكتوب ده بس, المفروض هنكون عملنا حاجات تانية. طيب تمام كده, بس هنكتفي في الحاله دي بان احنا نتعلم حاجتين. اولا ان انا شخص بريجننسي من السيمتومز والساينز والكونفيرميشن بتاع البريجننسي تيست, والبريجننسي ده معاه حاجه تانية ولا لا تخليني اكمل انفستيجيشن واشك في حاجه تانية ولا لا, عشان احنا عايزين نفضل على طول اكتوبيكالي مايند. يعني اكتوبيكالي مايند يعني دايما حاطط في دماغي ان اي بريجننسي ممكن يكون فيه كومبليكيشن بتاعه الايرلي او الفيرست ترايمستر اللي الدكتوره بسمه قالتها لكم, اللي هو اي حاله في الفيرست ترايمستر ممكن يبقى ابورشن اكتوبيك فيزيكولار مول وهكذا. السيتي دي جايه ببليدنج او سبوتنج, هو اصلا احنا خدنا في النظر ان السبوتنج ده هو البليدنج او الفاجينال بليدنج اللي بيميز الاكتوبيك. الاكتوبيك ما بيبقاش فيه سيفير بليد, بيبقى فيه سبوتنج. تمام. طيب احنا كده خلصنا كلمه الدايجنوز, يبقى الدايجنوز بتاع الحاله دي احنا خدناه بالتدريج سيمتومز وساينز وكونفيرميشن للبريجننسي, والسيتي دي زاد على البريجننسي حاجه كمان ان هو في سبوتنج وفي بين, فبدا ينور في دماغي كده ان احتمال السيتي دي تكون يا اما ثريتند ابورشن يا اما اكتوبيك بريجننسي يا اما مولر بريجننسي اللي هو حته الكتاب الكبيره اللي قلنا فيها بليدنج ان ايرلي بريجننسي. تمام كده. هبتدي بقى انا اكمل مع مع الحاله ان انا اعمل ديفرنشال دياجنوز. سامعيني؟ ايوه. طيب دكتوره ياسمين خلصنا السؤال رقم واحد اللي هو وات از يور دياجنوز, يبقى احنا عرفنا ان احنا شخصنا الحاله دي ازاي, سيمتومز وساينز وكونفيرميشن, وبعد كده زاد على البريجننسي كذا نقطه شككتني في الاكتوبيك فعملت سونار. دكتوره مريهان بقى تقرا لنا السؤال رقم 2. symptom of this case انا برضو عملتها من الحاجات اللي هي مكتوبه في الكيس يعني. أيوة. هو ميس بيريود بقى لها باي تو داي وكونفيرمد باي بريجننسي سيروم بريجننسي تيست, وانا جيت كسيمتوم جت اي تي تي تندر بريست وابست اون هير ستومك وقالت ان في مايلد فاجينال سبوت اند مايلد لور ابدومينال بين اون ليفت سايد. بصي دكتوره مريات احنا عايزين نفصلهم, عايزين نفصلهم عايزين نفصلهم بعد اذن حضرتك اثنين سيمتومز واثنين ساينز. يعني احنا مشخصين الحاله ان هي الفاينل دايجنوز بتاعها اكتوبيك بريجننسي. الدكتوره ياسمين بتسال ان احنا هنكتب الدايجنوز ازاي, انتوا عايزين تكتبوا دايجنوزس اكيد كامل اللي هو سب اكيوت اندستربد اكتوبيك بريجننسي. تمام. الكلام ده لسه بدري عليه شويه, يعني هي الحاله دي ما تشخصتش اكتوبيك بالكلام اللي قدامنا ده بس فقط في الكيس. فهماني يا دكتوره ياسمين؟ يعني احنا ما نقدرش دي, احنا دلوقتي ستيل في ديفرنشال دايجنوزس للكيس دي, بس احنا جبنا من الاخر وقلنا لكم ان الكيس دي تندرج تحت الاكتوبيك بريجننسي عشان نناقش الكلام اللي احنا بنناقشه دلوقتي. لكن مش هقدر من اللي مكتوب في الحاله دي بس, او من لو الحاله دي بس في الاستقبال قالت لي الكلام ده فقط لا غير, اقول ان هي this is a case of subacute undisturbed ectopic pregnancy. لا, ده تشخيص متقدم جدا محتاج ان انا اعمل اكسترا مانوفرز او انفستيجيشن اكتر. ولكن الكيس ديت انا هحط عليها او السيتي دي هحط عليها نجمه كده ان الحاله ديت بريجننت والبريجننسي ده معاه سبوتنج وبين, فهخش في الديفرنشال دايجنوز بتاع البين والبليدنج ان ايرلي بريجننسي اللي هو ممكن يبقى اكتوبيك ممكن يبقى بورشن ممكن يبقى فيزيكولار مول وات ايفر. فلسه انا هكونفيرم بقيه الانفستيجيشن. فعلى مستوى الكيس نمبر 1 اللي احنا بنناقشها دلوقتي احنا شخصنا ان هي اكتوبيك, هنناقش بقى الاسئله عشان نتعلم شخصنا انها بريجننت وبعد كده اكتوبيك ازاي, وبعد كده بقيه الكيسز يا دكتوره ياسمين هتلاقينا بنتدرج وهنعرف ازاي نشخص ان الحاله دي شور اكتوبيك وانهي نوع من الاكتوبيك بقى اللي حضرتك بتقولي عليه سب اكيوت ولا اكيوت, الحاله دي فايتال ستيبل ولا ان فايتال ستيبل, الحاله ديت هنخش معاها بالتريتمنت انهي تريتمنت, هخش كونزرفاتيف ولا هخش ميديكال تريتمنت ولا احتاج سيرجيكال, والسيرجيكال هل احتاج اوبن لابروتومي ولا لابروسكوبي على حسب كل كيس. فالخمس حالات معمولين ان احنا نبتدي من بوينت 1 لبوينت 2 هكذا
من الاسهل للاصعب وهكذا. فخلينا دلوقتي احنا عارفين ان الحاله ديت شخصناها اكتوبيك، احنا قلنا لكم حلينا الكويز وقلنا انها اكتوبيك. بنتعلم بقى احنا شخصناها اكتوبيك ازاي، واحد اثنين. فالسؤال رقم ايه اللي احنا خلصناه خلاص، ان this is a case of ectopic pregnancy. طب سؤال نمبر بي اللي الدكتوره مريهان بتناقشه معانا دلوقتي، what is the symptoms of this case؟ صح يا دكتوره مريهان، حضرتك عديتي السيمبتومز كلها. انا عايز حضرتك تفرقي السيمبتومز حاجتين، اولا انا احنا حلين الحاله دلوقتي قلنا انها اكتوبيك، بس احنا عايزين نحط حضرتك في العياده الخارجيه او في الاستقبال والحاله جايه تشتكي لحضرتك بالتدريج. السيمبتومز ما تروسيهاش مره واحده كلها، احنا هنتعلم نمشي سيستماتيك، بناخد هيستوري من الكيس، بنعرف السيمبتومز بتاعتها، بنشوف الساينز اللي احنا هنشوفها، بعد كده احتاج انفستيجيشن او كونفيرميشن، في الاخر يبقى عندي ديفرنشال دياجنوست كبير في حته كبيره في الكتاب او باب كبير، ابتدي اشيل اجزاء اجزاء اجزاء، في الاخر اوصل لدياجنوزس بحاجه او حاجتين، ابتدي اعمل لهم ديفرنشال دياجنوست. فالحاله بتاعتنا دلوقتي يا دكتوره مريهان بتقول لنا سيمبتومز وساينز، تمام؟ السيمبتومز اللي عليها الاول هنقسمها حاجتين، السيمبتومز اللي قالت لنا ان هي بريجننت الاول اللي حضرتك قلت عليهم، ان الست ديت فيها ميست بيريود 2 دايز، فيها تندر بريست وجي اي تي ابسيت، تمام؟ وعملت كونفيرميشن بسيرم بريجننس تيست طلعت بوزيتيف، يبقى الست دي بريجننت. طيب في حاجه مع البريجننس تاني، بدات تظهر السيمبتومز والساينز اللي احنا هتشككنا في الكومبليكيشن اللي موجوده مع الحمل ده، تمام يا دكتوره ياسمين؟ دكتوره مريهان؟ ايوه حضرتك. يبقى السيمبتومز بتاعت الحاله ديت ايه؟ اللي حضرتك قلتيه، التندر بريست والابسيت في الاستومك وميس دي بيريود، ديت سيمبتومز. طب الساينز اللي الست قالت لنا عليها ان هي عملت بريجننس تيست طلع بوزيتيف، ان الست دي حامل. طيب الست دي حامل وسكتنا على كده، الف مبروك، ونديها الانستراكشن بتاعه البريجننسي، ونديها الفوليكاب اللي هو الفوليك اسيد ومع الف سلامه، ولا هي قالت لنا و بريجننت و زادت على البريجننسي ايه؟ السبوتنج والبين تمام والسونار بقى. انا عرفت حاجه ثانيه لما قالت لنا كده انا عملت سونار بقى، لما عملت سونار لقيتها امتي يوترس وفري ادينكس، هل ده شور ان ده اكتوبيك في الايه في الايه في البريجننسي ده ان هي ميزد 2 دايز اونلي؟ لا، ممكن الست دي تكون ميزد 2 دايز ويكون نورمال بريجننس، وممكن يكون نورمال بريجننس وينزل عليها سبوت، فانا لسه محتاج ااكد بحاجات ثانيه، تمام؟ يبقى كده سيمبتومز والسيمبتومز احنا فصلناها كويس اللي في الكيس دي، اللي هو عندنا سيمبتومز تقول ان الست دي بريجننت، وعندنا سيمبتومز ثانيه خوفتني ان الست دي تكون بريجننس ومعاها كومبليكيشن. طيب السؤال رقم 3 يا دكتوره ياسمين، حضرتك تقراه لنا وتجاوبيه. What you think you want to know by your history؟ المفروض ان انا هحب اسال على الريسك فاكتورز اللي ممكن تعملي حاله اكتوبيك، اشهرها طبعا pelvic inflammatory disease، يليها حاجات تانية زي السموكينج والالكوحوليك والبريفيوس اكتوبيك. تمام تمام اوكي. طيب بصي، اولا دكتوره ياسمين، احنا اول حاجه في الهيستوري عايز اعرفها من الست دي هو ريسك فاكتور فعلا، لان انت بدا دماغك بتفكر في ان مع السبوتنج والبين والامتي يوترس والفري ادينكس ان احتمال تكون اكتوبيك، او احتمال تكون ثريتند، او احتمال تكون مولر بريجنس. عايز اشوف بقى الست دي عندها ريسك فاكتور بتاعت انهي حاجه من الثلاثه دول عشان همشي في انهي سكه. تمام يا دكتوره، احنا عندنا اول حاجه حضرتك قلتي عايزه تدوري عليها في الهيستوري البريفيوس انفلاماتوري او بي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديزيز، لان ده من ضمن الهاي ريسك فاكتورز ان الست دي تبقى اكتوب. تمام تمام. طيب حضرتك سالتي كمان عايزه تعرفي في الهيستوري هي في بريفيوس اكتوبيك ولا لا، ما لو في بريفيوس اكتوبيك يا دكتوره كان هيبقى يظهر معانا في السيرد جرافيدا بارا 2 بلس او، هنحسبه ابورشن. تمام. في الهيستوري بتاع الست ديت ان هي البريفيوس 2 سي اس بتوعها كان فيهم اني كومبليكيشن؟ يعني الست دي عملت 2 سي اس، الاثنين سي اس كانوا ايزي، ما فيهمش كومبليكيشن، ما فيهمش اي انفكشن، ما حصلش اي كومبليكيشن بعدهم تشككني في ادهيجن او بلفيك ادهيجن او انتربريتونال ادهيجن تعلي الريسك بتاعت الايه؟ الاكتوبيك. تمام؟ ده الهيستوري اللي هدور عليه. فكويس جدا 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 ان احنا نبقى مايندد ان انا بالهيستوري عايز اجري اشوف الهيستوري بتاع الست دي في ريسك فاكتور لانهي ديزيز. انا دلوقتي قلت الست دي بريجننت ومعاها سبوتنج، يبقى ده بليدنج ان ايرلي بريجننسي، قلنا في بيديني ثلاث حاجات حته كبيره قوي في الكتاب. انا عايز اشيل الاجزاء اللي هي ما تمشيش مع الحاله دي
فبدور بالهيستوري بقى على الريسك فاكتور بتاعت كل حاجه. هل انت عندك ريسك فاكتور لاكتوبيك، ولا عندك ريسك فاكتور لمولر بريجننسي، ولا عندك ريسك فاكتور ل سريتند ابورش؟ تمام. ده كلمه ان احنا وات يو ثينك تو وونت تو نو باي يور هيستوري، انا عايز بالهيستوري اروح فين. فانا دلوقتي عشان اقول لكم الحاله دي اكتوبك، فانت حضرتك بتدوري على الريسك فاكتور بتاعت الاكتوبك. ولكن لو حضرتك قاعده في العياده ان فيس او مواجهه الحاله دي لوحدك، حضرتك عايزه تعرفي الهيستوري بتاع الكيس دي، هل عندها ريسك فاكتور لاكتوبك، ولا ريسك فاكتور لابورشن، ولا ريسك فاكتور لمورال بريجنس. تمام تمام. السؤال نمبر دي دكتوره مريهان. الساين يو ويل فايند اون ذا كيس، ايه الساين ان احنا هنشوفها على الحاله دي؟ هو الساين اللي انا اعرفها اللي هي جامبنج ساين والنيكسون والكولين، بس الكولين دي في الاخر يعني، بحيث لما حد يحصل بقى كومبليكيشن. طيب احنا عايزين نمشي زي ما قلنا في اول احنا عايزين نتعلم ان احنا طول ما احنا ماشيين صح وطول ما احنا ماشيين سيستماتيك مش هنغلط. هو السؤال واضح ان احنا what the sign you will find in this case. ابدا بالساينز اللي كانت عندي في الحاله اصلا. تمام. الساينز اللي عندي في الحاله دي ايه؟ lower abdominal tenderness. لا، ما احنا قلنا بقى يا دكتوره الساينز اللي قالت لي انها بريجننت، وبعد كده الساينز اللي شككتني في ايه؟ في ان البريجننس ده معاه كومبليكيشن. الساينز بتاعت البريجننسي ان انا الست دي لو عملتها اكزامينيشن هلاقي تندر بريست، لو عملت لها اكزامينيشن هلاقي ابدومينال ديستنشن وجي اي تي ابسيت، لو عملت سونار لقيت السونار قبل السونار لقينا فيه، يبقى كده الست دي بريجننت. تمام. بعد كده البريجننسي لقيت فيه تندرنس ولور ابدومينال تندرنس وباك بين والكلام ده، بدات الساينز اللي تظهر على الست بتاعت ان البريجننسي معاه كومبليكيشن في فاجينال سبوتنج. دي ساين انا شايفها على الست لو انا عملت لوكال اكزامينيشن، فدي الساينز اللي بتقول لنا ان الست ديت بريجننت ومع البريجننسي. سامعيني كده؟ اه لا خلاص. الصوت واضح يا شباب؟ ايوه تمام يا دكتور. واضح يا دكتور. طيب اوكي تمام. فاحنا بنتكلم على ساينز، هنمشي سيستماتكس. الساينز اللي شفناها في الاول اللي قالت انها بريجننت، وبعد كده الساين اللي شفناها قالت ان البريجننسي دي معاها كومبليكيشن، وبعد كده السؤال بيقول وات ساين يو ويل فايند، ان الحاله دي لو اكتوبك زي ما احنا قلنا لحضراتكم وجبنا قلنا التشخيص بتاع الحاله دي اكتوبك، ايه الساينز اللي انت حضرتك بتفكري انك هتلاقيها؟ اللي هو وانا بعمل ديفرنشال دايجنوز للحاله ديت بالهيستوري، سالت على ريسك فاكتور فلقيت ريسك فاكتور بتاعت اكتوبك، حطيت الست دي على الشيزلونج بقى وقايم هكشف عليها، ايه الساينز اللي انا قايم اشوفها في الست ديت في دماغي ان انا لو لقيتها يبقى انا ماشي في سكه الاكتوبك اكتر كمان مع الهيستوري اللي موديني برضك ناحيه انها كريسك فاكتور للاكتوبك؟ اللي انت بتقوليهم يا دكتور ان انا هقوم الاقي مع الست ديت لو عملت سونار هلاقي اليوترس امتي وهلاقي الادينكسيا فري، بس ممكن الاقي تندر ادينكسيا على وان سايد، يعني وانا بعمل ترانس فيجنال الترا ساوند اجي على الادينكسيا ناحيه الرايت لو فيها الاكتوبك هيكون فيها لسه ما ظهرش بالاي مش شايفه بعنايه في السونار، بس هلاقي تندرنس اكتر من التندرنس على الناحيه الليفت مثلا. هلاقي الجامبنج ساينز اللي حضرتك بتقوليها لو انا بعمل لوكال بي في بحرك السيرفكس، لو حركت السيرفكس حركه خفيفه كده على الناحيه اللي فيها اكتوبك هيبقى فيه البين، على الناحيه اللي ما فيهاش اكتوبك هيبقى البين اقل، اللي حضرتك بتقولي عليها الجامبنج ساين، ودي اعمل لها ديفرنشال دايجنوز من البي اي دي ان انا بيبقى عندي جامبنج ساينز على التو سايدز على البوست سايدز، لان البي اي دي غالبا هيبقى بايلاترال ديزيز في التيوب رايت وليفت، احرك بصباعي الاقي فيه جامبنج ساين رايت وليفت، انما في الاكتوبك هلاقي الجامبنج ساين على الايه؟ على ناحيه واحده. تمام كده تمام يا شباب. هنتنقل دلوقتي للسؤال الاخير وهو نمبر اي. ماشي دكتور. في سؤال اتفضلي. هو المفروض اللي انا اعرفه ان السيمتوم ده اللي العيان بيقوله لي، يعني المفروض في حاله السؤال اللي هو رقم بي لما اجي اقول سيمتوم المفروض ما اقولش سونار بقى ولا اقول ان انا التندر، بالعكس المفروض اقول بين او اي ثينج في فاجينال سبوت او كده، والساين مفروض الحاجات بقى اللي انا اكتشفتها بقى بالسونار وكده، فليه انا قلت في السيمتوم معاها تمام الترا ساوند وحاجات كده وبرده قلت في الساين قلت برده سيمتوم معاها؟ انا مش فاهمه بقى انت كده. بص يا دكتوره احنا في السيمتومز قلنا السيمتومز بتاعت البريجننسي بتاعت الست اللي جت قالت لنا السيمتومز بتاعت بريجننسي والسيمتومز بتاعت اكتوبيك، مالناش دعوه بالسونار. تمام. انت قصدك على مكتوب في الحاله ولا اللي احنا بنقوله دلوقتي بنناقشه؟ احنا بنناقشه. انا فهمت ان احنا المفروض قلنا نمشي سيستماتيك ان احنا في حاجات للبريجننسي وفي حاجات تاكد لنا الاكتوبك، ومن ضمنها قلنا بقى انه
pregnancy serum test و ultrasound وكده، ولا احنا ما قلناش؟ ايوه بص بص يا دكتوره، احنا عندنا symptoms و signs، وزي ما حضرتك بتقولي symptoms الحاله بتقولها لي، والساينز حاجات انا بكتشفها او الحاله تقولها لي وانا اكدها. فالست ديت السيمتومز بتاعت البريجننسي قلنا المسد بيريود والجاي تي والتندر بريست، دي سيمتومز. وممكن تبقى ساينز اللي هي انا لما اجي اعمل اكزامينيشن للست دي، لو حطيت ايدي على البريست عملت اكزامينيشن للبريست هلاقي فعلا تندر، ولو حطيت ايدي على الابدومن هلاقي جاي تي اف ست، بيجاستريك بين، ابدومينال ديستنشن، بيري امبليكال بين، كل ده يبقى السيمتومز الست قالتها لي وانا عملت لها كونفيرميشن لما انا تاكدت انها موجوده. السونار مش سيمتومز، الست مش هتقول لي السونار، بس الست ممكن تقول لي السونار بالهيستوري. يعني ممكن الست تقول لي انا عملت سونار والدكتور قال لي 1 2 3 في السونار. ايوه فاهمه حضرتك. يعني الست الست ممكن جايه بتكشف عند حضرتك وهي كاشفه عندي قبل ما تيجي لحضرتك، فانا لما كشفت عليها قلت لها السونار بتاع حضرتك في 1 2 3 4، مش هتقوله لحضرتك كانفستيجيشن. ايوه انما حضرتك هتقوليه كهيستوري، وانا باخد هيستوري من الست دي، الست دي قالت لي انها عامله سونار والسونار كان فيه 1 2 3 4، او عامله انفستيجيشن بلاد كذا او سيرم كذا واتقال لها كذا. وممكن في بعض الحالات الست تبقى عامله انفستيجيشن واخده منها في الهيستوري، وانا باخد هيستوري اقول الست دي عملت انفستيجيشن كذا وكذا ونو افيلابل ريزلت، مش عارفه ايه اللي كان فيها ولكن هي عملت، او الست دي عملت سونار او انفستيجيشن وعارفه اللي فيها، قالت لي السونار كان فيه كذا والانفستيجيشن كان فيه كذا. تمام. فالسيمتومز اللي دي حاجه الحاله بتقولها لي، والساينز حاجه انا بشوفها واعمل لها كونفيرميشن للسيمتومز اللي الست قالت لي عليها، والانفستيجيشن دي حاجه انا بعملها بس ممكن تندرج تحت الهيستوري اللي هو الست دي عملتها في مكان تاني وبتقول لي على الريزلتس بتاعتها. تمام كده النقطه دي وضحت؟ طيب هنتنقل لاخر سؤال اللي هو what do you think about the next step. دكتورة ياسمين الدور على حضرتك. انتوا فكرتوا النكست ستيب في الحالة دي ايه؟ تمام. هو بما ان انا ما قدرتش اشوف الاكتوبيك بريجنسي في التيوب مثلا او بره اليوترس، يعني ما قدرتش اشوف البريجنسي بالسونار، فلازم ادور الاول على confirmation للدايجنوزز، فهعمل البيتا بورشن اتش سي جي او اللي هو الكواليتيتف، يعني سوري الكوانتيتيف، هلاقي الليفل بتاعه، الليفل بتاع الانكريز اقل من الطبيعي، وان كان 15% من الحالات بتبقى زي النورمال بريجنسي. طيب اوكي احنا النكست تمام ماشي اتفضلوا. ايه تاني عايز تقول؟ ايه تاني حضرتك؟ بعد كده هبدا لما اكونفيرم ان هو اكتوبيك فعلا هبدا ادخل في التريتمنت، بما ان الحاله ديستربد يعني في بليدنج، فمش هقدر فيها alarming symptoms و alarming signs جاية بتشتكي بيها الـ spotting والـ pain والـ investigation بتاعتي empty uterus و free adenexia. فالست دي pregnant، بس الـ pregnancy هنقول عليه pregnancy of unknown location. الست دي pregnant بس pregnant فين يا دكتورة؟ لسه ما خدتش قرار فيها. تمام؟ تمام. فالحالة دي تندرج تحت حالة اسمها ايه؟ ال PUL pregnancy of unknown location. الست دي pregnant بس pregnant فين؟ الله اعلم. فانا لسه محتاج اعمل شغل تاني مع الست دي عشان اعرف هي pregnancy normal intrauterine pregnancy ولا ectopic pregnancy ولا intrauterine pregnancy ومع threatened abortion، ولا الحاله دي هتبقى vesicular mole اللي هو الجزء الشابتر بتاع bleeding in early pregnancy، pain و bleeding. تمام. بس احنا عندنا ترياد على طول بياخدنا ناحيه الاكتوبيك، ان بين وبليدنج وبوزيتيف بريجننس تيست في التشايلد بيرنج ايج، على طول كلنا بنقول ده اكتوبيك بريجننسي انتل بروفد اذروايز. يعني الست عندها بين سبيشال لور ابدومينال بين وسبيشال على وان سايد وفي بوزيتيف بريجننس تيست وفي فاجينال بليدنج سبوتنج، يبقى الست دي انا بعتبرها اكتوبيك انتل بروفد اذروايز طالما هي في التشايلد بيرنج ايج. طب ليه؟ لان اخطر حاجه على اللايف اوف ذيس كيس الاكتوبيك. الابورشن ممكن برضك ياثر على حياه الست بس اقل حده من الاكتوبيك. يعني احنا عايزين نبقى اكتوبيكالي مايندد. ليه؟ عشان مش تمس مني حاله اكتوبيك ممكن تودي الست في كومبليكيشن وموربيديتي ومورتاليتي اعلى. تمام.
فاحنا عشان كده النكست ستيب الست دي خلاص انا مش هقول لها مبروك حضرتك حامل, اتفضلي حضرتك هتاخدي كذا وكذا وكذا ونشوف حضرتك بعد اسبوعين ثلاثه او بعد شهر نعمل الترا ساوند. لا الست ديت انا هحط عليها نجمه وهمشي معاها ان احتمال تكون كومبليكيتد بريجننسي. فالنكست ستيب في حاله زي ديت الحاله دي بس اللي هي اكتوبيك اللي هي بريجننس اوف انون لوكيشن اليوترس امتي والادنيكس فري بس هي ميزد بيريد باي 2 دايز, فممكن يكون انتراترين بريجننسي عادي خالص ومعاه شويه ويكنس في الاندوميتريوم او في الديسيدوا فنزل السبوتنج ده, فهي ممكن تكون انتراترين بريجننس وممكن تكون اكتوبيك وممكن تكون سريتن. هبتدي اعمل نيكست ستيب بس في الحاله دي عشان انا عندي فيها ريسك فاكتور للاكتوبيك ان الست ديت بريفيوس 2 سي اس و و و والحاجات اللي انا شفتها كلها او خدتها بالهيستوري مع سيمتومز والساين. هبتدي اعمل نيكست ستيب ايه اللي هو حضرتك قلتيها ان انا هبتدي اريفير نفسي على البيتا اتش سي جي سب يونت. هعمل السب يونت اشوف العدد اللي هيطلع لي البيتا اتش سي جي طالع كام الاول تمام, والعدد ده هيدبل هيحصل له دبلنج ولا لا بالفولو اب. يبقى اذا الحاله الست دي انا بالنسبه لي لسه ما قلتش عليها اكتوبيك, هقول عليها كويري اكتوبيك لان مش قادر اقول اكتوبيك بالداتا اللي موجوده دي. الدياجنوز في الاخر اللي احنا قايلينه في الحاله ده احنا قايلين عليها اكتوبيك عشان بس نتدرب ودماغنا تبقى ماشيه في سكه الاكتوبيك وبنفكر في الاكتوبيك النهارده, ولكن الحاله هي بالداتا اللي هي مكتوبه دي بس انا دلوقتي كويري اكتوبيك بالنسبه لي او بريجننس اوف انون لوكيشن, عايز احدد البريجننس ده انترتراين ولا اكستراتراين. يعني السونار كتول للدياجنوزيس لسه مش سنسيتيف قوي في الايدج ده او في الجستيشنال ايدج ده ان السيتي دي ميزد بيريد باي 2 دايز بس, ممكن يكون عادي نورمال انتراترين بريجننسي ومفيش ولسه ما اديني نفس الداتا اللي هو امتي يوترس وفري ادينكس تمام. البين اللي موجود ممكن يبقى مع نورمال انتراترين بريجننسي, البين ثريشولد بتاع السيتي دي قليل شويه فهي مع شويه الكونجيشن مع شويه الاسبازم اللي بيحصل مع البريجننسي مع شويه الكونتراكشن بتاعه اليوترس فعندها بين. فلسه انا محتاج احدد بقى هحدد بايه اول حاجه قدامي اللي هي نيكست ستيب على طول اطلب للست دي كوانتيتيف بيتا اس جي اشوف الرقم اللي هيطلع في الاول كام وبعد كده اعمل له دبلنج في خلال 48 او 36 ساعه واشوفه كام تمام. تمام ده بالنسبه للكيس نمبر 1. هنتنقل بقى يا شباب للكيس نمبر 2. مين اللي معاهم الكيس نمبر 2؟ اي يا دكتور انا هديل معاك. وانا ملك يا دكتور. دكتوره هديل ودكتوره ملك. طيب اتفضلي يا دكتوره هديل حد يقرا لنا الكيس نمبر 2 وانا مع حضراتكم بس يقريها بصوت واضح عشان بقيت زمايلنا كلهم يسمعوها ان شاء الله. تمام. جرافيدا 2 بارا 2. بس انا بس عندي سؤال, هو جرافيدا 2 بارا 2 يعني هي دلوقتي ايه موقعها؟ يعني هي حامل ولا هي حملت مرتين ولدت مرتين؟ ايوه جرافيدا 2 بارا 2 بلس او اول ما حضرتك تقولي لي كده اللي هيجي في دماغي على طول ان الست دي حملت مرتين وولدت مرتين. حامل دلوقتي؟ لا لا مش حامل دلوقتي طالما ما حطيتش الرقم قبلها. اه تمام يا دكتوره. لو حطيت قبل الجي رقم يبقى الست دي حملت قبلها تمام. تمام. delivered normal vaginal delivery no history of contraception come to our clinic by left-sided abdominal pain with menstruation delayed 2 days. The amount of blood less than the previous cycle. The physician asked إن هي تعمل quantitative beta HCG. طلعت النتيجة 3000 unit. On examination, tenderness on the left iliac fossa and the tenderness of moving the cervix and the patient jumped from the bed. The ultrasound هي بس مش باينة هنا فانا افتحها في الشات هناك. هو عمتن الالترا ساوند دي فين؟ الشاشة بس عشان هي وقفت لغاية الالترا ساوند مش باينة. انا مش شايفة حالا. ارفع لكم الشاشة التانية. كده واضحة؟ كيس نمبر 2. طيب اتفضلي يا دكتورة حضرتك واقفة عند انهي نقطة بالظبط؟ عند الالترا ساوند. امتي يوترس حضرتك سامعني؟ امتي حضرتك انا سامع. small left adnexal clear cyst في swelling يعني. The patient diagnosed as ectopic pregnancy.
طيب حضرتك قريتي الالترا ساوند بقى الترا ساوند ام تيوترس نقطه الالترا ساوند اللي زميلتكم وقفت عندها ان الالترا ساوند الايه الام تيوترس ويز سمول ليفت ادينكسل كلير سيست سمول ليفت ادينكسل كلير سيست ذا بيشنت دايجنوزد از اكتوبيك بريجنس. تمام طيب. اول نقطه بس يا دكتوره هديل, انت حضرتك كنت بتقري الكيس قلت لي جرافيد 2 بارا 2 بلس او, انا مش عارفه هي حامل ولا مش حامل. هي مش حامل تمام. ليه؟ لان حضرتك لو كملت بقيه الكيس هتلاقيه بيقول لحضرتك ان delivered normal ماشي no history of contraception, مش بتاخد contraception, وجايه للاور كلينك جايه العياده تشتكي بليفت سايد ابدومينال بين with menstruation, فعشان كده اصلا الست دي لسه مش بقت missed period ولا بقت positive pregnancy test ولا جايه تشتكي بسيمتومز وساينس بتاعت pregnancy, فهي لسه داخله على حضرتك العياده هي جرافيدا 2 بارا 2 ولسه مش عارفين هي حملت جديد ولا لسه, فعشان كده كتبنا الكيس دي ايه جرافيدا 2 بارا 2 بلس او, لان بقيه تفاصيل الحاله احنا لسه بعد ما الست دي تقعد قدام حضرتك وتتكلم مع حضرتك هتبتدي حضرتك تشك انها بريجننت, زي ما الدكتور اللي هي قعدت قدامه شك لما لقى المنستريشن هي جايه على انها النورمال منستريشن بتاعتها عادي اتاخرت يوم او اتنين وجات البريود بس جايه تقيله, هو ده اللي شكك الدكتور وطلب بريجننس تيست. ايوه تمام دكتوره هديل. فعشان كده كانت يعني كل حاجه مقصوده في الحالات مش مكتوبها بهزر, يعني جرافيدا 2 بارا 2 بلس او حضرتك قلت انا مش عارفه هي حامل ولا مش حامل, بس هو عشان حضرتك داخله هتقري الكيس وحاطه في دماغك ان هي اكتوبيك لا هي الست ديت لما جت العياده احنا الدكتور اللي قاعد في العياده هو اللي كاتش انها بريجننت وكاتش انها اكتوبيك هو اللي شخصها, لكن الست جايه نفسها بتقول انا مش حامل او هي مش عارفه انها حامل حتى او لسه مفيش حاجه تقول انها حامل, هي ست جرافيدا 2 بارا 2 والده مرتين نورمال ما بتاخدش كونتراسبشن ونزل عليها البيريود في ميعادها او مؤخره يومين فلسه ممكن تكون حامل وممكن تكون مش حامل, فعشان كده كتبنا لكم الكيس ايه جرافيدا 2 بارا 2. وده سؤال اشكر حضرتك عليه انك اثرتيه ان عشان كل زمايلنا تفهم ان جرافيدا 2 بارا 2 بلس او دي ست مش حامل, بس هنشوف الهيستوري بتاعها بعد كده بيقول ايه, او الست لما تقعد قدامي في العياده هتقول ايه, هقول هي حامل هبتدي انا اول واحد احولها لحامل وابتدي اقول عليها بقى سيرد جرافيدا بارا 2. تمام بالظبط كده تمام. الحاله بتاعتنا جرافيدا 2 بارا 2 بلس او 29 سنه والدها نورمال مفيش هيستوري اوف كونتراسبشن جايه العياده بتشتكي بابدومينال بين والمنسز, ده ممكن يكون الديسمينوريا بتاعتها بنستريشن تقيله شويه وفيها بين. طيب ويز ديلي 2 دايز برضو لسه ما زلنا مش شاكين. الاماونت اللي بدا يشككنا بقى ان الاماونت بتاعت البلاد لوس اماونت اوف بلاد لزام بريفيوس سايكل, واخد بال حضرتك الاماونت بتاعت البلاد اللي نازل عليها لزام البريفيوس سايكل. ده اللي خلى زميلنا المحترم اللي قاعد في العياده قال لها ايه الفيزيشن اسك ذا بيشنت تو دو كوانتيتيف بيتا اتش جي. ليه الدكتور اللي قاعد في العياده طلب منها ده؟ ما هو طالما سبوتنج يعني ايوه الفاجينال بليدنج بتاع الاكتوبيك دايما دايما يتميز بانه سمول بليدنج او سبوتنج او سمول اماونت اوف بليدنج, على عكس الابورشن. ابورشن تلاقي الست جايب اكسسيف بليدنج لو داخله في ابورشن جامد اكسسيف بليدنج وفريش, عشان كده حالات الاكتوبيك ليه بيبقى معاها بليدنج اقل؟ لان الاندوميتريوم البريجننسي مش فيه, البريجننسي مش في الاندوميتريوم, البريجننسي في حته ثانيه, فبادئ الاندوميتريوم يحصل له فول البريجننسي الاندوميتريوم بيقع فبيعمل لنا سبوتنج بس لسه احنا في الاول. تمام يا دكاتره؟ ايوه. طيب لا انا ما فهمتش الحته دي ممكن ثانيه يا دكتور. احنا بنقول ايه اللي خلى الدكتور الاكتوبيك بريجننسي, احنا بنقول الاكتوبيك بريجننسي حصل له امبلانتيشن فين؟ اوت سايد النورمال سايت اللي هو الاندوميتريوم بتاعه. تمام سامعني كده؟ سامعني يا دكاتره اكمل؟ ايوه دكتور. الاكتوبيك بريجننسي ده ان هيلث بريجننسي, هو احنا جبنا منين من الحته اللي قلنا لكم عليها ان الدبلنج بتاع البيتا اتش سي جي بيزيد بس ما بيحصلوش دبلنج بنسبه عاليه بنسبه 66% فيما فوق في الاكتوبيك بريجننسي. ليه؟ لان احنا عندنا حاله الاكتوبيك بريجننسي يا شباب ده بريجننسي حصل له امبلانتيشن في مكان اكتوبيك في مكان مش نورمال بتاعه,
ايا كان بقى واتيفر حصل امبلانتيشن في التيوب حصل امبلانتيشن في الاوفري في السيرفكس حصل امبلانتيشن للاكتوبيك بريجننسي في مكان نوت سوتابل فور ذيس بريجننسي مش المكان الصح للامبلانتيشن بتاع البريجننسي ده تمام احنا ربنا خلق لنا المكان الطبيعي بتاع البريجننسي في الاندوميتريم بتاع الابر بورشن بتاع اليوترس ده بيحصل فيه ايه بيحصل فيه ديسيدولايزيشن يعني الاندوميتريم بيحصل فيه انه يبقى سيكريتور اندوميتريم والسيكريشن يزيد قوي في الجلاند بتاعه الاندوميتريم فيحصل له حاجه اسمها ديسيدولايزيشن يعني الديسيدوا بقت ريتش في في النورشمنت اللي هتغذي البريجننسي ده مع الامبلانتيشن فلو البريجننسي ده اتزرع في مكانه الصح يا شباب مركزين معايا في النقطه دي اتزرع أيوة. في مكانه الصح يبقى هيتزرع صح وانس ان البريجننسي اتزرع صح في مكانه الصح بيبتدي يطلع لنا التروفوبلاست اللي موجوده في الامبريو اللي اتزرع صح في مكانه الصح في الديسيدوا الصح فخد غذاء صح بيكبر كويس وبيزيد كويس وبينقسم كويس فاذا البريجننسي ده هو هينتج او هيصنع لنا من التروفوبلاست بيتا اتش جي اللي هو الهرمون بتاع البريجننسي بعدد كافي وبعدد كويس وده اللي احنا استخدمناه في الدياجنوزس ان الست النورمال بريجننسي عندها في دبلنج للبيتا اتش جي فعشان كده استخدمناه في الدياجنوز البريجننسي لما بيحصل في حاجه اسمها في الكوربس ليوتيم في الاوفري الكوربس ليوتيم اللي في الاوفري ده بعد الاوفيوليشن الاوسايت خرجت من الفوليكل في الاوفري ثابت مكانها الوول بتاعها ثابت سيلز في الاوفري عملت حاجه اسمها كوربس ليوتيم اللي هو الجسم الاصفر والكوربس ليوتيم ده يا شباب هو اللي بيغذي ويسبورت البريجننسي لحد ما تبتدي البلاسينتا تتكون وده عند في نهايات الشهر الثالث عند من 10 ل 12 اسبوع تبتدي البلاسينتا هي اللي تسبورت بقى البريجننسي طيب اول البريجننسي مين اللي عامل له سبورت الكوربس ليوتيم الكوربس ليوتيم بعد ما حصل اوفيوليشن وحصل بريجننسي الكوربس ليوتيم بيطلع لنا استروجين وبروجسترون اهم حاجه عندنا هنا البروجسترون البروجسترون اللي طالع من الكوربس ليوتيم هو اللي عامل سبورت للاندوميتريم والاندوميتريم لما هو سبورتد والاندوميتريم ده كويس وفي سيكريشن والجلاند بتاعت الاندوميتريم بتغذي الحمل الحمل يفضل كويس بس بيحصل ايه بقى خدوهات يعني ايه خدوهات يعني حصل نورمال امبلانتيشن لنورمال بريجننسي في نورمال سايت في الاندوميتريم في سيكريتور الاندوميتريم يبتدي البريجننسي النورمال ده يطلع لنا بيتا اس جي بكميات كويسه جدا لان هو كويس هو مزروع كويس وبيتغذى كويس فالحمل ده بيطلع لنا بيتا اس جي كويس البيتا اس جي ده بيخش السيركيليشن بتاعه الام يروح للكوربس ليوتيم يعمل له سبورت الاتش سي جي بتاع البيبي اللي البيبي بينتجه من السايد بتاعه النورمال في البريجننسي وداخل بكميات كافيه للسيركيليشن بتاع الام هيوصل بكميات كافيه يعمل سبورت كويس جدا للكوربس ليوتيم اللي في الاوفري عن طريق السيركيليشن يوم الكوربس ليوتيم اللي في الاوفري يفضل باردوك سبورتد بالاتش سي جي بتاع العيل البريجننسي اللي هو بينمو كويس يقوم هو راخر بدوره طالما سبورتد كويس والنورمال انترا ترايم بريجننسي في الاندوميتريم بيبعت له اتش سي جي كويس يبتدي هو يسكريت بروجسترون كويس يبتدي يسبورت الاندوميتريم وهكذا يبقى الاثنين معتمدين على بعض عندي نورمال انترا ترايم بريجننسي بينمو كويس بيطلع اتش سي جي كويس بيبعت للكوربس ليوتيم يعمل له سبورت والكوربس ليوتيم طالما سبورتد بالاتش سي جي بيبعت للاندوميتريم بروجسترون يعمل سبورت للبريجننس يبقى البريجننس يكمل كويس وهكذا لحد ما تبتدي البلاسينتا تتكون طب لو انا عندي بريجننسي في معيوب او بريجننسي في عيب البريجننس ده حصل له امبلانتيشن في مكان مش صح فهينمو مش صح هو مش في مكانه الطبيعي اللي هو حالتنا النهارده الاكتوبيك يا دكاتره الاكتوبيك مش مزروع في مكانه الصح فما بيكبرش صح مش بيسكريت اتش سي جي صح وده اللي خدناه في الدياجنوزس ان انا هلاقي اتش سي جي الست دي حامل وفي في بريجننسي وفي تروفوبلاست بتطلع اتش سي جي بس بكميه ضعيفه لانه مش في مكانه الصح ما بياخدش نيوتريشن كويسه فمش هيديني اتش سي جي كويس وبالتالي الاتش سي جي الضعيف ده اللي هنستخدمه في الدياجنوزيس بتاع الدبلنج تمام والدياجنوز بتاع الدبلنج ده ان الاتش سي جي ما زادش وزاد وما زادش بكميه كبيره مش هيعمل سبورت كويس للكوربس بلوتيم اللي في الاوفري
اللي هو المفروض محافظ على الاندوميتريوم عشان المفروض الحمل يتزرع فيه. فالكوربس لوتيوم هيبقى كوربس لوتيوم اخر كنتيجه لاندوميتريوم لبريجننسي اكتوبيك مش مزروع في مكانه الصح فما طلعش اتش سي جي بكميه كافيه وبكميه الصح، الكوربس لوتيوم مش هيبقى سبورتد، هيبقى رايح له اتش سي جي قليل، فهو بالتبعيه هيبعت لنا بروجسترون قليل، فهيبتدي ما يعملش سبورت بالبروجسترون كويس للاندوميتريوم، فيبتدي الاندوميتريوم عندنا يعمل ايه؟ سبوتنج وسمول او بليدنج قليل، الاندوميتريوم بيقع، الاندوميتريوم اللي كان في قلب اليوترس جوه اللي كان هيسبورت البريجننسي مش جاي له بروجسترون كافي فبيقع، يعمل لنا البليدنج بتاع الاكتوبيك. فهمنا الحته دي يا دكاتره؟ ليه البليدنج في الاكتوبيك اقل او بليدنج قليل، وليه الاندوميتريوم في الاكتوبيك بيبتدي يقع؟ لان الكوربس لوتيوم مش شغال كويس، الكوربس لوتيوم بتاع الاوفري هو اللي بيسبورت الاندوميتريوم ده عشان يسبورت البريجننس، وبدوره البريجننس لما يبقى سبورتد باندوميتريوم كويس يطلع لنا اتش سي جي كويس يسبورت الكوربس لوتيوم، وتبقى المنظومه شغاله طالما احنا نورمال بريجننس. اكتوبيك بريجننسي ما بني على باطل فهو باطل، بدانا نخش في ايه؟ في مشاكل اتش سي جي قل، فهيبان عندنا في الدياجنوز ان مفيش دبلنج كويس، وهيبتدي الكوربس لوتيوم ما يبقاش سبورت، يبتدي الاندوميتريوم مش جاي له بروجسترون كويس من الكوربس لوتيوم يبتدي يقع ويعمل لنا السبوتنج او الليس بليدنج بتاع مين؟ بتاع الاكتوبي. واضحه النقطه دي يا شباب؟ طيب السؤال رقم واحد بقى في كيس نمبر 2 يا دكاتره عشان الوقت ما يسرقناش. دكتوره هديل، الكيس نمبر 2 السؤال رقم واحد بيقول ايه؟ Why the case diagnosed as ectopic pregnancy؟ بالظبط، ليه احنا قلنا على الحاله دي ectopic pregnancy؟ ايه في الحاله او في ايه في الكلام المكتوب ده اللي الحاله قالته لنا شخصناها ectopic؟ لو هنمشي عندنا الحاله السيستم وحضرتك قلته، اول حاجه تشخص انها pregnant وبعد كده نقول ان في مشكله في pregnancy ده. البريجننسي سيستم بتاعها طلع بوزيتيف تمام، رغم ان هي مس بيريد البيريد بس ديلي 2 دايز، بس البليدنج بتاع المنستريشن او المنسز بتاع الست دي مش هو المنسز اللي هي متعوده عليه، فهي بالنسبه لها والله تشكر هي